كنت أعيش في منطقة بالقرب من مقبرة قديمة يقال عنها أنها مسكونة، وكنت أشاهد بالهاتف فيديوهات مرعبة لمغامرين زاروا المقابر ليلا، فقررت أن أخوض تجربة وهي أن أدخل إلى المقبرة ليلا لأشاهد الأشباح. فأخذت كشاف ضوء يدوي ومسدس والدي وسكين تحسبا لأي شيء قد يحدث، فخرجت من المنزل متوجها نحو المقبرة. وعندما وصلت كان المكان هادئا جدا، لا يوجد أي شخص والإنارة سيئة للغاية. عندما دخلت المقبرة أحسست أن هناك شخص يتبعني، استدرت إلى الخلف ولكن لم أجد أي أحد. تابعت المشي بالمقبرة ولكن لسوء حظي تعطل الكشاف الخاص بي والمقبرة مظلمة. توقفت مكاني لعل الكشاف يعمل لكنه لم يعمل، فتابعت السير وكنت أتعثر بسبب عدم رؤيتي لبعض الصخور والعوائق التي توجد في الطريق. وفجأة شاهدت امرأة تقف بالقرب من أحد القبور وكانت ذا شعر طويل أسود اللون، فسلمت عليها وردت السلام علي وكانت تبدو لطيفة، فقلت لها ما اسمك ولماذا أنت هنا؟ قالت أن اسمها إنجلين سكوب ولكن لن تخبرني عن سبب قدومها إلى المقبرة. فسألتها ماذا يقرب منك المتوفي؟ فقالت وهي تضحك إنها أنا. فضحكت واعتقدت أنها تمازحني، فقالت لي لماذا تضحك؟ اقرأ اسم المتوفى وسوف تعرف. فعندما قرأته كانت الصدمة، فقد كان المتوفى اسمه إنجلين سكوب. فعرفت أنني لا أقف مع بنت بل مع شبح. هربت مسرعا إلى المنزل والفتاة تلاحقني حتى استطعت أن أصل إلى المنزل وأقفلت الأبواب. وفي اليوم التالي ذهبت إلى المقبرة وإلى نفس المكان للتأكد مما حدث معي ليلة أمس. وعندما وصلت رأيت رجلا يقف بالقرب من القبر ومعه باقة ورود، فقلت له هل تعرف من يكون صاحب القبر؟ فقال إنها إنجلين سكوب زوجته وأنها توفيت بسبب حادث سير. فسألته عن تاريخ وفاتها فقال 3 سنوات. فشكرته وذهبت ولحسن الحظ لم أصب بأي مكروه.